السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته محبي ومتابعي العالم الذكي. في فيديو جديد من خلاله إن شاء الله سأتكلم عن تجربتي الشخصية في الربح من الانترنت. نعم سأريكم الطريقة التي أستخدمها أنا شخصيا في الربح من الانترنت، في ربح المال طبعا من الانترنت، لأن هناك العديد من الأشخاص يسألونني كيف تجلب المال من الانترنت، كيف تربح المال من الانترنت، ما هي طريقتك الشخصية في ربح المال من الانترنت. إن شاء الله في هذا الفيديو سأريكم طريقتي الشخصية وأعطيكم بعض النصائح التي تحتاجونها في البدء وفي بدء رحلتك في الربح من الانترنت. إذا كانت هذه أول مشاهدة لك على قناة العالم الذكي فأنصحك بالاشتراك في القناة. نعم قم الآن بالضغط على زر سبسكرايب أسفل الفيديو وفعل جرس التنبيهات لتتوصل بكل جديد لحظة بلحظة. إذا بدون أي تأخير لنبدأ على بركة الله. وكما قلت سأبدأ بتجربة شخصية. أنا شخصيا بدأت في مجال التصميم، نعم تصميم الشعارات، تصميم البانرات، تصميم البرنامج الإعلانية، أي شيء يخص التصميم أحبه وأعشقه. وبدأت يعني أول شيء تعلمت مجال التصميم، قمت بالتسجيل في دورة من دورات موقع يوديمي الشهير جدا في يعني التصميم ببرنامج فوتوشوب. احترفت برنامج فوتوشوب، بدأت التعلم، يعني بدأت التعلم شيئا فشيئا، 6 أشهر أو 8 أشهر من التعلم، ومن ثم دخلت إلى موقع فايفر. نعم موقع fiverr.com هو الموقع الذي أستخدمه لحد الساعة، والشخصيا الذي يعني أعجبني في طريقة استخدامه وطريقة العمل فيه وكل الأمور المتعلقة بالعمل في مواقع الفريلانس. نعم موقع فايفر موقع رائع جدا. لذلك إذا كنت أنت الذي تشاهدني الآن مبتدئ في مبتدئ عفوا في مجال الربح من الانترنت وتريد ربح المال من الانترنت بطريقة سهلة جدا ومضمونة، فأنصحك بالتعلم مجال من المجالات الذي أنت تحبه. هنالك البرمجة، هنالك تصميم تطبيقات الأندرويد، هنالك الصوتيات. نعم إذا كان لديك صوت جيد جدا وأردت التعليق على فيديو أو أي شيء من هذا القبيل أو ما يسمى بالفويس أوفر، لديك تصميم اللوغوهات، لديك الأفتر إفكت إذا ما كنت تحب التأثيرات الخاصة بالفيديو كل هذه الأمور، لديك الترجمة، نعم ترجمة النصوص من لغة إلى لغة أخرى، لديك الجرين سكرين إذا قمت بتصوير شيء ما على سبيل ريموت كنترول أو أي شيء وقمت بعمل له جرين سكرين وستربح $100 على هذا الشغل. نعم تخيل معي $100 فقط أن على صورة تقوم بعملها للجرين سكرين. ولديك أيضا صراحة العديد من المجالات التي لا يمكنني إحصاؤها، العديد والعديد من المجالات في مواقع الربح من الانترنت خصوصا يعني مواقع الفريلانس، وأتكلم بالتحديد عن مواقع الفريلانس. هكذا يعني بدأت أنا شخصيا. في الأول كنت أربح $5 $10 في الأسبوع، $10 $20 في الأسبوع، $30 $50 إلى أن ربحت $500 في الشهر. نعم $500 شهريا قمت يعني كنت أربحها، وأربحت ربحت أيضا $300 ربحت $200 يعني على حسب الاجتهاد الخاص بك كل شهر وطبعا المثابرة والاجتهاد الذي تقوم به. على سبيل المثال إذا كنت تصمم لوجو أو لوجوهين في اليوم فكن على يقين أنك ستربح $500 في الشهر. إذا كنت تصمم 5 لوجوهات 6 لوجوهات في اليوم ولديك يعني تجتهد وتجتهد لكي تربح الأكثر والأكثر، كن على يقين أنك ستربح حتى $500 شهريا من هذه المواقع. وطبعا لسيما أن هناك العديد من الأشخاص الذين يعملون في العديد من المواقع وليس موقع واحد فقط. أنا شخصيا عملت في موقع فايفر لا أقل ولا أكثر، لكن هناك العديد من المواقع المعروفة جدا على سبيل المثال freelancer.com، لديك موقع Upwork، لديك صراحة العديد العديد من المواقع التي يمكنك من خلالها ربح المال الوفير جدا على حسب طبعا الاجتهاد الخاص بك. ولا تتخيل معي أن ذلك الربح يعني يأتي فقط بالنقر على بعض الإعلانات وكل هذه الأمور، لا أترك ذلك جانبا. الآن أتكلم عن العمل، يعني ستعمل وستقدم خدمة مقابل ذلك المال الذي سيدفعه ذلك الشخص. على سبيل المثال إذا كان لديك الصوت جيد جدا تريد تعليق على فيديوهات خاصة بأشخاص آخرين، قم بالبحث في موقع فايفر، ستجد أشخاص يريدون تعليق باللغة العربية، تعليق صوت امرأة، صوت رجل، تعليق باللغة الإنجليزية على فيديو ما، وتكلم مع الشخص طبعا الذي يريد هذه الخدمة
وسيعطيك الفيديو وسيعطيك الطريقة وكل الأمور التي يريدها في ذلك الفيديو. أنت ستقوم بعمل فقط تعليق صوتي على ذلك الفيديو الذي سيعطيك وسيدفع لك المال طبعا $50 $30 $20 على حسب أنت والشخص الذي تكلمت معه والذي يعني تفهمت معه على الثمن وكل هذه الأمور. نفس الشيء بالنسبة للمواقع الأخرى. هناك أيضا مشكل كبير جدا يعني يطرح للأشخاص الذين يريدون هذا البدء في هذا المجال طبعا هو اللغة الإنجليزية. نعم تكلم اللغة الإنجليزية، هناك العديد من الأشخاص لا يتكلمون اللغة الإنجليزية، لا يفهمون اللغة الإنجليزية. وطبعا هذه المواقع الغربية، أتكلم عن موقع فايفر، أتكلم عن موقع فريلانسر، هذه المواقع تتكلم باللغة الإنجليزية. كن على يقين شخص من الطائل من كندا من سويسرا من أي دولة في العالم سيتكلم معك باللغة الإنجليزية لأنها اللغة الموحدة في هذه المواقع. وطبعا إذا لم تتقنها فلا يمكنك يعني التكلم والمحاورة مع الأشخاص الآخرين. لذلك أنصحك أول شيء تعلم اللغة الإنجليزية. وطبعا هنالك موقع خمسات، موقع عربي باللغة العربية طبعا أيضا للعمل الحر أو الفريلانس. إذا ما أردت البدء فيه كبداية فقط لتأخذ تجربة وتعرف كيف يتم طلب الخدمة وكل هذه الأمور، يعني فقط تكتسب بعض الخبرة، قم بالدخول إلى موقع خمسات.com، موقع غني عن التعريف إذا ما كان لديك مشكل في اللغة الإنجليزية. لكن على العموم يجب عليك تعلم اللغة الإنجليزية لأنها ستنفعك كثيرا، ليس فقط في مواقع الفريلانس الأجنبية أو الغربية، لكن ستنفعك أيضا في العديد من الأمور التي ستحتاجها في المعاملات على الأنترنت وكل هذه الأمور. يعني اللغة الإنجليزية ضروري أن تتعلمها وتستفيد من المواقع. طبعا هناك مواقع لتعلم اللغة الإنجليزية يمكنك الاستفادة منها في عصرنا الحالي، طبعا الانترنت موجود وكل شيء موجود. كما قلت هذه هي تجربتي الشخصيه وهذا هو الطريق الذي سلكته في البدايات. طبعا تعلمت مجال من المجالات، قمت بالدخول الى موقع فايفر، سجلت حساب، انشات سيره ذاتيه خاصه بي على موقع فايفر، ومن ثم بدات العمل وابحث عن عمل لشخص ما على سبيل المثال تصميم لوجو، تصميم بانر اعلاني، تصميم اي شيء يعني يخص التصميم. طبعا انا مجالي هو التصميم واحب واعشق التصميم ومهموس بالتصميم، حتى انني حينما ارى لوجو على الواقع الافتراضي او الواقع الحقيقي الخاص بنا اقوم بتفكيكه، نعم ارى لماذا قاموا بوضع ذلك الحرف وسط حرف اخر، ولماذا قاموا بعمل تلك الالوان وكل هذه الامور. وطبعا انت ايضا اذا كان لديك هوس او تحب مجال التصميم كن على يقين انك ستصبح مثلي تماما، ستقوم بتفكيك اللوجوات وكل هذه الامور لانها صراحه تصبح مهووس جدا بهذا المجال. نفس الشيء بالنسبه لتصميم التطبيقات، تصميم المواقع، البرمجه، عمل يعني ترادكشن او عمل ترجمه للنصوص من لغه الى اخرى، وصراحه العديد من المجالات التي لا تحصى في مواقع الربح من الانترنت او مواقع الفريلانس. نعم كانت هذه تجربتي الشخصيه في الربح من الانترنت. نعم هذه الطريقه التي استخدمها لحد الساعه هو موقع فايفر، يعني اشتغل في موقع فايفر. واذا ما اردت انت ايضا ان تبدا مجالك او رحلتك في الربح من الانترنت فانصحك بمواقع الفريلانس. نعم مواقع العمل الحر هي الاحسن والاضمن لك كمبتدئ في الربح من الانترنت، وطبعا اذا ما قمت بالاجتهاد فيها اكثر واكثر كن على يقين انها ستعطيك مال وافر جدا. اتكلم عن $500 $1000 في الشهر يمكنك ان تجلبها من هذه المواقع. طبعا رابط جميع المواقع التي تكلمت عنها في هذا الفيديو ستجدها اسفل الفيديو في الوصف، نعم في الديسكريبشن بوكس ستجد جميع المواقع التي تكلمت عنها في هذا الفيديو. اذا ما اردت الدخول الى اي موقع من هذه المواقع فقم بالدخول وتسجيل حساب، وطبعا قم بالتجربه و يعني لترى كيفيه استخدام الموقع طبعا وكيف تتعامل مع الاشخاص الاخرين. هذا بالنسبه للاشخاص المبتدئين، لكن انصحك بشده ان تبدا يعني في التعلم مجال من المجالات. قم بالبحث في موقع يوتيوب على سبيل المثال التصميم، قم بالبحث على دوره احترافيه في التصميم، ستجد العديد من الاشخاص يشرحون التصميم. اذا ما كنت تريد برمجه قم بالبحث في البرمجه، طبعا البرمجه تتقسم الى العديد من الاقسام على سبيل المثال برمجه التطبيقات، برمجه المواقع، برمجه تطبيقات الاندرويد او الاي او اس. صراحة العديد من المجالات التي تنقسم لها البرمجة. أيضا الترجمة إذا ما كنت أستاذ أو أي شيء يعني وتعرف اللغات بشكل كبير جدا يمكنك البدء في الربح من الترجمة. يعطيك على سبيل المثال شخص ألماني نص باللغة الألمانية أنت تترجمه إلى اللغة الإنجليزية أو إلى اللغة العربية أو إلى اللغة الفرنسية أو أي لغة يعني على حسب المتطلبات الخاصة بذلك الشخص. لديك الفويس اوفر ايضا مجال جيد جدا، اذا كان لديك صوت جيد وتريد تعليق على فيديوهات او اي شيء من هذا القبيل فانصحك بشده بهذا المجال. نعم هذه المجالات المعروفه جدا. طبعا الافتر افكت والادوبي الستريشن
وصراحة العديد العديد من المجالات التي لن ندخل في تفاصيلها لأنها مجالات لا تحصى صراحة. قم بالدخول إلى المواقع وستجد العديد من المجالات، قم باختيار مجال أنت يناسبك أو تحبه وابدأ في تعلمه 4 أشهر 6 أشهر من التعلم، ومن ثم ابدأ رحلتك وكن على يقين أنك ستربح دولاراتك الأولى انطلاقا من مواقع الفريلانس. نعم كانت هذه فقط تجربة لطريقة لربح المال من الانترنت، والعديد صراحة من الأشخاص يسألونني قم بمشاركتنا تجربتك في الربح من الانترنت، ما هي المواقع التي تربح منها من الانترنت، ما هي الطريقة المضمونة للربح من الانترنت. نعم كانت هذه يعني فيديو فقط أتكلم فيه عن تجربتي في الربح من الانترنت. إذا ما أعجبك الفيديو وأردت فيديوهات أخرى لتجارب أخرى أشاركها معكم إن شاء الله، فلا تبخل علي بالضغط على زر لايك. نعم قم بتشجيعي بالضغط على زر لايك لكي أعرف عدد الأشخاص الذين أعجبهم هذا الفيديو. ايضا قم بالاشتراك في القناه بالضغط على زر سبسكرايب اسفل الفيديو. نعم قم الان بالضغط على زر سبسكرايب اذا كنت اول مره تشاهد قناه العالم الذكي، انضم لعائله العالم الذكي التي تفوق 130,000 مشترك. نعم ايضا قم بتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد وكل فيديو نقوم بطرحه على القناه لحظه بلحظه. الى هنا نضرب موعد في حلقه مقبله، دمتم في رعايه الله والى اللقاء.